بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. بس يلوكو قبل الله ونويا آيات بقل إلى واتن إيا السقالات وكم إذا سورة آل عمران حينو دنبي ولقاه لي dagaalkii Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay aayadii noogu dambeeyay noogu sheegay liyaqta'a tarban min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Allah wuxuu idinku hiilinayaa ama nasirga iyo guusha idin siinaya liyaqta'a inuu gooyo daraadeed tarfan cirf yani qaybwa ومن الذين كوي كم إذا كفروا قالوا بي أو يكبتهم أما إنو مرقيو وقلب حمائيو مرق أي لنقضان وفينقلبوا أي قدوبان خائبين أيقو يعني هم قوبي وحي دوني أنقار أو أما سيطوبة ساسو سمح لي بأنه عملكم أو أما سيطوبة wuxuu rabbi subxaanahu wa ta'ala nasriga idiin siiyey arrimaha la soo sheegay dartood aw ama sayatuuba inuu ka toobo aqbala daraadeed calayhim dusho oo qaar ka mid ah ay soo noqdaan oo ilaahay soo noqdaan aw ama sayucaadibahum inuu cadaabo maxaa yeelay fa innahum zaalimuuna laysa maahan laka adigu min alamri arrinka xaggiisa shay un waxba kaagama sugnaanin. Jumladaasi waxay nidhi waa jumla ictiraadiya, hadalkiisu isugu xilnaaba la soo dhexgeliyey saasi maana ayib. Intaas waa darsiganii hore. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذه النبي قال له صلى الله عليه وسلم أن أنت وحبكم الهيد وطلب إلهي بأسكاله كودون إسقادلي كودون عذابي كودون قولسين ميت كودون الله سبحانه وتعالى قوش كقال طلب وحبكم الهيد. هذه النبي قال له صلى الله عليه وسلم أيضنا وحي عدين إساء أوضي أسكاله ولله ألك لجب أسمات ما في السماوات السماوات كواحد نحضر يوما في الأرض دلك واحد حديثا يغفر الله وضافي لمن يشاء ويعد دونه وضافي ويعذب وعذاب من يشاء ويعد دونه وعذاب والله ألنا غفور متك ضافي دبنوي رحيم أنا حريستوي. إلهي ما إسكاله السماوات كي يدلك نحضر وحي الله إسكاله سجى إلهي وصلي سبحانه وتعالى سجى مامورة عيد او كلمة الشبان مجد انبياء النبياء ايو ملائكة ايو كلمة الشبان انو يغي الى هذا المعنى وحو يسمى اسكبه انو يوك عنك ويان اسكبه حتى تلقه ملي مرك الى هذا اسكبه سبحانه وتعالى. مرك ليس لك من الامر شيء اله وهب الهلاك وهب الهلاك وهب الدل وضد النبي قد يكدي تيسي ويقول ايبان ايان هوش هذه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وحولي اله اله اسكبه سبحانه وتعالى كودونو عذابي كودونو كتور أقبل ميت كودونو يسيقون هم قومي وحبه لهم بعلم ميت كودونو الدلي ساس المعنى الله إسكال سبحانه وتعالى ما ملك السماوات يبوال كودونو ميت كودونو إله ودى مدافع كودونو ندن بقى وعذابي الله نوا ميتك نحريس ميتك يعني وحويان يعني دن بدافع بضوي نحريس نعدو مدي سنو نحريس. ولله ألك لي أسرنا لما في السماوات وحيالها دولك عررك نحن وضع وما في الأرض يعرك يدلك واحد حديثها يغفر ورافع الله لمن يشاء يعد ضرور رافع ويعذب وعذاب من يشاء يعد ضرور وعذاب والله ألنا غفور مثك دافد بضوء الرحيم الرحيم حريص. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيشاو على نحقره بصدي ديالك أحد استقوا لغو نحشره بواحة لنحقره وحواته جهاده وقال تلوين إلهي سبحانه وتعالى يا وامر ونسينا قال نحق لي وقرن غلاء كسابسين قرن سيقودهين يعني أي كسابسين روحوا إنه مروا البكود ده لإلهي ودواشوه سبحانه ودواشيس إيا وحي عماش ودوينيس. يا أيها الذين كوا آمنوا رؤيه لا تأكلوها عننا الربا الربضها عننا أضعافا أيضا لابلابا أضعاف الله بلابيال حال أيتها مضاعفة أولا الله بلابي
واتقوا الله ألنا إسكتشرا لعلكم واحد مدنتين تفلحون إنا ليبانتاني واتقوا إسكتشرا إسكيلا لي النار النار التي نار تسأعدت لدياري للكافرين قال الله دياري وأطيعوا الله ألا يلا والرسول رسول كيلا لعلكم واحد مدنتين ترحمون إلا إذن حرست سنة إذن كن حرست ربضا حولنا يضو أمد لله يعني يضو أه يعني مد لله واللابي أضعافا يضو الله باللابيال مضاعفة الله واللابي والله باللابيال هذا نمر كستوال سي الله واللابي يضو ساس ربضا حولنا بالله سبحانه وتعالى ربضا هو ربض الجاهلية عنك أهيد ربض الجاهلية إسلام ككور عرفت أن كلكم من شرطين وأن ربض الله يقانو ربا الدين وربا الدين تكوتي مادا حبالك الدين سنة وقت بي دين تولانا وقت جي مركي لقارو ايا ننكي دين تسكالها وحو ليه يعني وحو يان اما اي قد او دين تي اي قد اما ما هي وح قدر مدد ان كوكر ليه ننكي وحو كو قد ماست وحقوق قسمية مركين إلى ذوائه وقت يقدر وحنا الدوصة دينتي مركا وقت جدا بهدنا لقبت مركا لقارسيد وكالول وحولي هاي أما قد أما وحي قد رئيسا أما مدد كوكر دي لما أدمال مركا أضعافا مضاعفا مركا ظهر والله بلا بياله حدنا ويسير لما الله ما يسايا وحا يعني لما الله كيبدا مانا يمضحفا وقتي وقتي كذا لجاربه وإن دلصار لقدره ووحكو كربان حدنا مددي لكردين ساسي ولي قد كسو علمه أضعافا مضاعفا والربض الهدى لقد تعامله وبنجيه ذا أدونك وحاندي لا إيدحيا قيمة إيدحيا اللون كليلان تاسوي معنا محايا لي دماد ملي وحي يعني انتاسو قرب وحو كبضنا يا الرسمال كيلو سيهي سمد قوهد رسمال كان قادت وحا كبر العكس دلساركا يكفو شيء ساس برادة دماغ ملح وقلبه ويساسيفه ليسا رباد الله عاصة اسكتشرة بربور سبحانه وتعالى اسكتشرة الالية اللانا اسكتشرة او الله سبحانه وتعالى كعصنا سياد اللي بنتان نارنا اسكتشرة الالية واتقوا النار التي اعدت للكافرين نار تقالنا اللو دياريين اسكتشرة نار وحي ستقال الله تلقى له خاصة نار خاصة نار تقالنا اللو تلقى له قالها وحانا هنجل ما يقول نار اللو تلقى لذتك أهل الإيمان كأهل لكن إيمان كودي معاصي يدنوب كدري أو الدنبية وأولين كودنت قار كم إذا عذاب تقلتونا لكن نار تأجل يا نار تقالنا اللو دياري ما نار تقالنا اللو دياري ونار خاصة وعيدي قشعين كسو بحين أولي اللو واريون مركن نار تقالنا اللو دياري اللو تلقى لي اسكتشرا سيسكتشرنا وحلليه أعماش هذه يبقن كهذه اسكيلا لي بقن كاللوغوغا وحا كاميرا أنت أي أيدو كسوشو ربضا ربضا الله والله من كوبقا كيدا قابا شديدا بحين تيدا أيا كم دا وحيابها دتك قلية نارتي قال اللو دياري في سورة البقرة ونجي كسامر لي يعني دتك ربضا قاتاي إن النار تكو عريا في سورة البقرة من كسامر طيب هل استعدى لي دمر يا أيها الذين كوا آمنوا الرمية ولا تأكلها عننا الربا ربضها عننا أضعافا لابلابيا الحالة لابلابيا حالة مضاعفة والله والله ولابلابيا حدنا والسيلة والله مروا والسيلة والله مساوي معنا واتقوا الله الله اسكتشنا وكعب سيدا لعلكم واحد مدنتين تفلحون إلى الذيبان تاني من دور السنة كورة هل مليان كقاتل بانجي طب ما عنده يدوح يوير شن مليان بمارس قولي كي أنا يعني هذا الحراش أنا يرفض سيفضوط بيوغش سيفضوط بيوغش هذا أنا دور سنة كورة هل مليان بيهيد ما أنت نوى شن مليان بوص دان إيه قولي أولها والله قادنا سينا وعيكتزين يمحق الله الربا زمانة عمر ساسي معنا دين تعديق أنه قوم الصوف عليه فانقيادا هي مؤسسات كان ربا دكو تعاملها لقالها عملاق قاحي السهدي هذه اللي قمت دنيني لكن هو قمت دني سنة سنة ترابد واحد رسمي وبرت الله بقى إلا قاحي استموا يعني دين بالوصين معي بحي بر الله نعي لها وإلا قاحي
ama boos ah ama baabuur ama wuxuuni laga hayo wey maana saas weyaan. Wattaqu nnaara, naar iska jira burbur subxaana wa tacaala, allatii, naartaasoo uciddat, la diyaariyey, lilkaafiriina, gaalada loo diyaariyey. Waatiicu llah, alla yeela, warasuula, iyo rasuulka yeela, lacallakum, waxaad mudantihiin, turxamuuna, in laydin naxariistay. Alla iyo rasuulkiisa yeela macnaheedu waxa weeye amarkooda qaata, waxay idinka reebayaanna daaya, meeshay iyagu idinkula taliyaan baan dantiinna iyo maslaxadiina ku jirtaa. waxay daaya idinka idin dhahaana bani idinkuma jirsiya maslaxa mid midna doorida kuma jira saas yeela wey macana. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وحال ولا تلوينك رب سبحانه وتعالى وجه ذني مسلمين توجه ذني. وسارعوا دقدقة وسارعوا دقدقة بل إلى مغفرة دم داف حقي سو دقدقة ومن ربكم ربكم حقي سكاحة وجنة جنة حق جنة حقير نو دقدقة جنة عرضها فلر كيدو السماوات عراليالك أيهم والأرض يبنو اليالك عدة وحا لو دياري يتشنضا للمتقين كوى لك عبس ذا لو دياري يهين كوى لك عبس الذين كوى ينفقون بحنية في السراء فالله ذا بحنية في السراء حالد فرح له والضراء حالد دبك له لغضا هو بحنية والكاظمين كوى عبر يوي الغيظ عيلك عرضة إيا عيلك هي عبريان قريان ومعنى والعافين كو عافية عن الناس ذاتك حقي سيسكعك والله ألا يحب وحجعلي المحسنين كو أعماش وذهكا شيء الصنفلة إلهي وحجعلي سبحانه وتعالى وحدو دكدك تان يورب لي سبحانه وتعالى دم داف حقي ودكدك وربك حقي سكا إلهي دم داف كيس ودكدك وحلق وضع أسباب بيلال رحي دم داف إلهي waxyaabo waxa jira hadii aad la timaadaan ilaahay idinku dambi dhaafi kuwa ku dadaala oo kuwa xaggooda u degdega yani waxa ka mid ah cibaadadku dhan cibaadadku oo dhan dambi dhaaf ku jira inna alhasanati yudhibna sayiat hasanaatka iyo wanaagga wuxuu tagsiyaa oo macnaha baabi'iyaa sayiatka marka salaadii baa kamid oo soonkii baa kamid oo xajkii baa kamid oo cumradii baa kamid oo jihaadkii baa kamid oo khayr oo dhan sadaqaadkii baa kamid oo wax alla waxaad samayso oo khayraba xagga dembidaafka ilaahay buu ku yani kuu dhaweynaya arrimaha marka ku dadaala weeye oo u degdega waxaa kaloo u degdegtaan janna xaggeena u degdega waxyaabihii janna aad ku geli lahaydeen ayagana u degdega wey jannadaasoo balladkeedu uu yahay samaawaadka iyo dhulalka balladkood macnaha toddobada dhul iyo toddobada samo oo la isku daba qabtay midba mid lagu sii daba qabtay baa jannada ballankeedu leeyahy carduha ka cardi samaai waalard yani ballarka samaawaadka iyo toddobada samo iyo toddobada dhul oo midba mid lagu sii daba kabay inta ay ballarkoodu la egyahay ballacoodu baa jannada ballaceedu leeyahy ballaceedu haddii intaa la egyahay dharkeedu ka waray khaasan wax la koobi karo ma maxaa yeelay waxaad ka garan kartaa xadiis saxiixa nabigana ka soo sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu leeyahay mujaahidiinta ilaahay wuxuu u diyaariyey boqol darajo boqolkaa darajo mid walba labada isku xigaaba waxay isu jiraan intay dhulkiiyo samadu isu jiraan boqol darajo oo labada isugu dhowey ay isu jiraan dhulka iyo cirku intay isu jiraan waa inta loogu talagalay mujaahidiinta keliya dadkii kale intii loogu talagalayna soo ma dheera marka xagga dherarka jannadu kor markii la ado dherarkeeda yacni lama sheegin laakiin waxaa laynoo sheegay ballaceed intay legay toddobada samo iyo toddobada dhul oo midna mid lagu sii daba xidhay baa ballaceed legay jannayntaa leeg waa mulki aada u ballaaran barwaaqooyin baa halkaa taale midaa iyadaa isu diyaariya u tartan wey maana u degdega midaa iyada yaa loogu talagalay dadka tilmaamaha meel dhul baa loogu talagalay muqtaqiin kuwa ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala oo ku dhowrsada ilaahay daacadiis macaasidana ka dhowrsada kuwaasaa loogu talagalay waa la sii tilmaamo waxaa la yidhi xoolahooday bixiyaan xaaladda farxa leh iyo xaaladda dhibka leh labadaba way bixiyaan xaaladda dhibaatada leh xaaladda farxa leh waa marka barwaaqada waa markay wax haystaan waa markayna gaaji jirin xaaladda iyaday faraxsan yihiin way bixinay xaalad dhibaato leh hadday timaado oy abaaro dhacaan faqri iyo gaajo dhacdo
ayaga laftoodu waxuu inayna gacanta ku haynin ma odhanayaan maanta aniga ninna igama baahi badnee markaana way bixinayaan. Yani fii jamiic alxawaal, xaalooyinka oo dhan mar walba waa dad diyaar u ah xoolahooda inay baxsadaan. Waxaa kaloo tilmaamahooda ka mid ah kadhmu lgayb walkaadimiin alkayb, cadadooda iyo ciilka ayay caburiyaan. Kadhmiga caburinta lila waxaana laga wadaa ciilka ay qabaan oo dad ay u qabaan ma fuliyaan, ma argoostaan, oo khaasatan dadka ahlul iimaanka iimaanku walaaleeye ay walaalaha ku yihiin kama argoostaan. haddii ciduna ay ku xadgudubto oo xumaan lagu sameeyay, carada iyo ciilka ay qabaan way isku celiyaan. ayagoo kari kara inay argoostaan, ayagoo kari kara inay iska celiyaan, ayagoo kari kara af ama adin inay wax geystaan, bay haddana caradooda qalbigay ku daminayaan. halkaa masoo dhaafayso, halkaasay ku caburinayaan. saas rabbi ilahi subxana wa tacala. walkaadimiina alghayb waa darajo aad u sarreysa. aakii nabigu uu jiray sallallahu alayhi wasallam, laysa shadiidu bisurca surca, ninka yani shadiidku ninka adagi ma aha, ninka wax lagdida badan oo markay nin isalaamba lagda, laakiin ninka macnaha waxa weye raganimadu ku jirtay adagi wax weye waa ninka markuu carooda iscelin karo oo isxakamayn kara oo afkiisa iyo adinkiisa kontrooli kara, kaas weyaa nabigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh. walkaadimiina alghayb walcaafiina cani annaasi, dadkana way iska cafiyaan, dadkana way iska cafiyaanoo haddii dhibaato loo geysto ama xoolahooda ama naftooda ama ehladooda ama iyaga loo geysto way cafiyaan, dadka way iska dhaafaan way macana. saas rabbi ilahi subxaana wa tacaala allana muxsiniintuu jecel yahay dadka samafalo oo darajada ixsaanka dadka gaaro way macana, waa darajada iimaanka ugu sarreysa, dadkaasuu ilahi jecelaya subxana wa tacala. wasaaricuu degdega ilaa makfiratin, dembidaaf xaggii u degdega, dembidaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday, wa jannatin, iyo janno xaggeeda u degdega, jannadaasoo carduhaa ballaceedu ama ballarkeedu assamaawaatu cirayaalka ay yihiin, iyo walardu iyo dhulalka, uciddat waa la diyaariyey jannada, lilmuttaqiina baa loo diyaariyey kuwa alla kacabsa, alladiina muttaqiintaasoo yunfiquuna bixinaya, ama hum muttaqiintu alladiina kuwa way yunfiquuna bixinaya, fi sarraa'i alladiina muttaqiintaasoo yunfiquuna bixinaya fi sarraa'i, xaaladda farxadda leh, xaaladda la faraxsan yahay, barwaaqadu joogto, xoolo badan ay haystaan, hanti fiican ay leeyihiin, xaaladdaa farxu jiro way bixinayaan. wadaraa'i, xaaladda dhibaatada lena way bixinayaan dhexdeed, oo xaaladda abaaruhu jiraan oo musiibooyinka dhacaan oo gaajadu jirto oo isaga laftiisii yani laga yaabo wax badan ba inuu saameyn, xaaladu daraa, taas way macna. walkaadimiina, kuwa yani waxa weye caburiya ah, alghayda carab, ciilka haya, ciilka ayay caburiyaan, qaydku waa ciilka. walcaafiina, kuwa cafiya can naasi, dadka iska cafi, dadkana iska cafiyo isaga dulqaati, iska dhaafi. wallahu yuxibu lmuxsiniin, macnaheedu waxa weeye addoonka hadduu caado ka dhigto inuu dadka iska cafiyo, ilaahay baa subxaana wa tacaala darajo iyo magac ugu siyaadiyay. markii dhibluu dadka qaarkii ay dhibaato kugu gardaroodaan, haddaadan aargoosan waxaa shaydaan kugu sheekeeya ama naftaadu ku tidhaahdaa waa lagu dulaystay, inta badan meeshaas kaasoo gala waa lagu dulaystay, waaba lagu liitay, waa ku xaqirayaa ninkani. saas daraaddeed bal tus waxaa tahay, waxaa tahay kuma yaqaane tus, waxaa tahay tustaasi khatarteeda leedahay, waxba haystusina, waxaa tahay ilaahi oge. ilaahi subxaana wa tacaala intaad magac kaga raadsato iyo maqaam iska dhaaf dadka, saas maana. macnahaas haddaynu qaadan lahayn bulshada islaamka ah, dad walaala ah oo dhibaata dhex oolin oo wada nool oo isjecel baynu noqon lahay, maxaa yeelay haddii la wada joogo oo la wada degan yahay, qasab weye dadku inay isu gafaan, yacni in laysu gafo deris, ilka iyo carabba isugu dhubidhaan soomaalida, iyaguna waa isqoolaan, marmarba isqoonsadaan, marka waa la isqoonsan. laakiin isqoonsiga xalkiisu ma aha in laislaayo, ma aha aqoonsigiisu inuu shaqo laga dhigto in la kala argoos, ma aha inuu macnaha waxa weyaan maarata uun wax la kharibo ma aha, laakiin waxa weeyaan maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza, ilaahay subxaana wa tacaala addoonka cafiga uu xaafinayo cizi iyo sharaf mayo wax kale ugu siyaadi maayo rabbi subxana wa tacala. adduunyadana sharaf buu ku yeelan, xataa kii aad cafiday baa isku yaxyixi marka dambe, isagii baa isla yaal darsi bay u noqoni, marniyo dadkan waad gadaraysanaysa iska kaadaynayoun marka dambe isagii baa iswaadsan, saas maa. marka walcaafiina can innaas, dadkay iska cafiyaan caradoodana waa qariyaan, saas rabbi ilahi subxana wa tacala oo ciilkooda way caburiyaan. wallahu alla yuxibu, wuxuu jecelaya almuxsiniina, kuwa samafala,
ووناك سمياء يجعل وناكشياء أعماشهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يجوا تلمامه للسيوة والذين كويوي متقين تبالة المامة يا جنادة اللو دياري والذين كويوي متقين تاس إذا قرتي فعلوا أي سمياء فاحشة حارت فولهم تنبي فولهم مركي سمياء أو ما سيظلموا أي ظلم سمياء أو ظلموا أي ظلميان أنفسهم نطفيالك وذا مركي ظلميان ذكروا الله إلهي بحسوسكان فاستغفروا مركزي دم داف ويديستان فاستغفروا يعني دافت بي ويديستان ألا لذنوبهم دم بيضو دي دافت ويديستان ومن يغفر يا دافع الذنوب دم بيضو يا دافع إلا الله ألم ويمعيد كلا دافت وما يو ولم يصروا أن دائمين على ما فعلوا وحي سميين دشي سنة أن دائمين والحال هم إيه يعلمون أي أجيهين إنو دم بيهي أولئك كواسي جزاؤهم أبا القدكور مغفرة وادم داف ومن ربهم حق الرب قول كاعد وجنات إيه تشنوين تشنوين كاسو تجري أي ساعة من تحتها هوستيدا الأنهار وبياشو أي ساعة خالدين حال أي كواريا فيها جنوين ونعم وحا نعم هذه وحا نعم أي شيء أجر العاملين عاملين تكوا شقيستي كوا شقيه شقضا لصوى الشيئة قبتي أجر كودا أي نعم هذه ورب سبحانه وتعالى نعم أي شيء تلمامه هذا وحكم إذا تتكى تشنظر إسكاله وتشنظر اللور دياري تلمامه هذا وحكم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هذه حالة فلح أي صفلان حالة فلح هذه السمية حالة فلح هو الذنوب تواوين ذنوب تواوين سيد الزنا ذي ضدك والإسكد لي يعني وحوي مارتي يعني لواقتي ذنوب تفلفاشة حدي كوكا عان اما النفط وضع اي الظلميان والظلمين تنفط وضع اي الظلميان هو اسل الظنوتي ولا قلوي اما واتشبات كي شرع عضا او لغتها قوي النفط وضع هدي الظلميان اما ميت فالحن اي فلان اي سميان اسمها المامان كمانا تقع الهي بحسوس سبحانه وتعالى مركب الهي بقلبي قوضا قصة بعي وين انك الهي سبحانه وتعالى انو اخراء يوتيك دولان انو الله حساب تمي دولان إنه أركه يقع هذا اللفت هذا أيضاً يعني كقر صارين إلهي حسوسنا يا سبحانه وتعالى حسوس إلهي قلبي وركز العز مرك إلهي حسوسنا دم بيجي أي جلام بي إلهي ويدي سنة يعني إنه ضف إلهي ويدم ضف بلي دم بي له وان جلية إيه ضف ورني بحاله إذا مرك دم بيضة يا ضف الله عليه ما إذا إلهي هاي بدم بيضة ضف ما ساسمع له ب إيو كان يسد منه وين دم بي مضاف شيخ يولي ندم بمضافة نري يعلق ندم بمضافة دم بالقلاء يخلق القلاء إلهي مبادعه سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله تاكي عقيدة سين سأسفى رأيت الحديث النبي وحبو صلى الله عليه وسلم أبوك مركو الدم بقلاء وصال نقضه ألا وفي الله سبحانه وتعالى أبوك كيجي وحو أغاذي ودم بابي وحو أغاذي أنيقا مويدا عيدك لو الدم بدا فكرت إني سنشرين وإصال نقضي ملائكتي وحان يدين أغيسين يا إنا ندن بداف ساسمع دن ديك قراء إنا قشي همرني هور وليقين وحديهم وحي يربان قلي قراء إنا دن بوين قشي مركب قرات كدي من قرشادة وحاكو إكتا إنا دلاه إلا أهد سبحانه وتعالى وطراد إلهي وواقل دمي أدن كاقبان هاي إداف إلهي سبحانه وتعالى وقو دافيا ساسمع مركب دنوب تواكسا لغنان ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بكن كوضو معها اي عاددو دنبي اي قلان اني كوم الحديقة اي دائما ايقو او بينو دنبي رحمه من كواساس حديقو دنبي كتشرا حتى ضدب اللينيا زينو كد احشرا خربادي وقادنيا يعني واتشباكي غار كميدو ضياعيا دنبي مو كتشرا حدو اس اوغي اهي دنبي قاسي انو دنبي اهي اوغي اهي انو سو اوضا كل انتاي وحويا وحارف لسو كما أمضل المؤمنين تسامى صليا دم بوا قلانا ودم بوا كبعا معصومين معه لكن مدى إيمان دم بيضاء قلانا ويكسوا النغلان ما دام يؤجيه منه دم بيهي ساسي معنا معناها دم بوا كبعا لكن وصلى الله عبسان ساسي وقل في عين ساسي رابط الرسول كان يحرس الله عليه وسلم يعني ابن آدم كورا وقفا إذ أنك في المجد وخير الخطائين التوابون بنبي صلى الله عليه وسلم إن تقفت وحا أبو خير بدن كوصوا النغل كل ولا وقفني أقف من الشيخ هي الشريف هي عالم هي طالب هي قضي هي قليل هي رجل دور بوالقف
nin ay gafay ma jiro laakiin waxa la isku dhaamaa qaarna markay gafaan bay gafkii sii wataan ilaa ay geeriyoodaan ku dhintaan qaarna way soo noqdaan oo ilaahay ugu soo noqdaan markaasaa dembiga loo dhaafo saas ilaah marka taa ku dadaalo dembiyada kuma waxdayga kuwaasi abaalkooda waxa weeye dembi dhaaf xagga ilaahay ah waa loo dembi dhaaf maadaama isdhiibeen oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhiibeen jannooyin hoostooda ay webiyaasha la sheegi doona suuratu maxamed ku imaan doona ayay hoosteeda qulqulaya socdaan geedaha iyo guryaha hoostooda webiyaasha biyihii socdaan iyo kuwa malabka iyo kuwa caanaha iyo nocnoo ayay qulqulaya macna way ku waarayaanoo cabsi male lagana guuri maayo lagana xero bedelan maayo ayaguna dhammaan maayaan lagana dhiman maayo khaalidiina fiiha waa ku waarayaan weligood rabbi subxaana wa tacaala wuxuu u bogay oo inoo bogsiinaya dadka saa u shaqaystay acmaasha qiimaha badan sameeya dadkaasa acmaashooda nicmo yeelatay ajirka ay heli doonaan baa nicmo leh oo ilaahagiisa qiimo weyn kule subxana wa tacala waladiina kuwa wey idaa goortii facaluu ay sameeyaan faaxishatan xaalad fool xun oo aase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafyaalkooda ay dulmiyaan dakaruu llaha alle ayay xusuustaan fastakfaruu waxay dhaafid weydiistaan alle lidunuubidiin dembiyadooda ayay dhaafid u weydiistaan dembiyadooda in loo dhaafay alla weydiistaan subxaana wa tacaala waman yakfiru yaa dhaafa man kuma ayaa yakfiru dhaafa addunuuba dembiyada yaa dhaafa ila allahu alla mooye ma cid kaloo dembiyada dhaaftaa jirta maya walam yusiruu aan daa'imin calaa maa facaluu waxay faleen dushiisa aan daa'imin oon ku adkaysanin walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin inuu dembi yahay waa suurtagal inuu daa'imo laakiin waa markuu isleeyahay dembi ma lahaba waa kaa qarsoomi kara ilmanu baad sidii kartaa wax dembi ah dembi ma ah dembi ma ahadaas hadday aad ictiqaadiso waa laga yaabaa inuu ruuxu ku dhinto laakiin midda aan suuroobayna ee laleeyahay way adag tahay waxa weeye ama u arkay inuu dembi yahay haddana weligaa inaad ku socoto saas macna wahum yaclamuun ulaa'ika kuwaasi jazaa'uhum abaalgudkooda iyo abaalmarintoodu maqfiratun dembidhaaf oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay wa jannaatin iyo jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda jannooyinka hoostooda waa geedaha waaweyn iyo guryaha hoostooda waxaa socda al anhaar wabiyaashi baa socda wabiyaasha suuratu maxamed aan ugu tegi doono khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeday ku waarayaan jannooyinka dhexdooday ku waarayaan wa nicma waxaa nicmo yeeshay ajru lcaamiliina kuwa shaqaysta caamiliin waa dadka shaqaysta ajirkooda iyo abaalgudka ilaahay agtiisa ay kuleeyihin baa nicmo yeeshay ilaa nin shaqaystay unbaa wax goosta soba midho waxaa goosta nin shaqaystay laakiin ninaan shaqaysanin oo barkinta dheeraystay nin seexdaa siciidiibi dhalaa haddaad seexato oodan dambe ka gelinba oodan waajibaadna isu taagin xumaantiina aad ku dhex jirtood naftaada iyo balwadeeda iska raacdo markaa kadib maada shaqayn sooma ajru lcaamiliina kuma taala marka adi laana maba adan shaqaysanin marka waa inaad shaqaysato tabcato markaad tabcato kadib baa taacaga goosan way macna qad khalat min qablikum sunanun fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin waxaa halkan lagu noqday dagaalkii uxud qisadiisi dagaalkii uxud baa qisadiisii dib loogu noqday duruus wey dagaalku dagaal cabsi badan buu ah duruusta laga bixiyey taqriiban asaga iyo dagaalkii axzaab baa ugu badan dagaalada duruusta cajaa'ibta badan laga bixiyey dagaalkii axzaabna waxaynu ugu daban lidunaa duruusta fi suurat alaxzaab kanna suuradda ugu badan ee ka bixisay waa suuraddan iyo suuratu lanfaal waxaan dhihi lahaa yacni dagaalkii uxud waxaa ka bixisay middana ka bixisay bederna waxaa aada uga hadashay suuratu lanfaal bu ilahi subxana wa tacala kaga hadlay aada lagu kaakaayay macna qad khalat waxaa tagtay min qablikum hortiin waxaa tagtay sunanun wadooyin baa tegey wadooyin ilaahay uu addoommadiisa kula dhaqmo ayaa hortiin tegey ee fasiiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu waxaad fiirisaan kayfa sida ay kaana ay ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwa wax beeniyey cibtoodii waxay ahaatay oo ku dambaysa bal fiiri waxaa la leeyahay maalintii uxud saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa kii waxoogaa nabarku soo gaadhay kuwii dharbaxadoodii gaadhay xoogaaga jabkaa waa kii gaadhay maalinkaa dhibka soo gaadhay bay ragga qaar kii garowsan waayeen marka yacni seebaa anagoo nebiga ilaahay nala socda mu'miniina nahay ilaahayna noo ballanqaaday inaanu macnaha guusha heli doonno oo ballanqaadka aanu dagaalka ku galay haddana see nalooga reeyey waxaa la leeyahay waxbaad moogtihiine bal waxaad fiirisaan hortiin jidad baa tegey
جدد واحد جرى إلهي وكلنا كم أدوميس جدد كاسمعي جدد كأدوما نقول لك ما يوحوا إلى نينك حنا حمانتي سئل مريض نينك ولا سن ولا جيس إلا وقبل الجذ جدد كواحد كم ذا هريه هاي أضعي إن جواها قار قدرت كأهل الإيمان كأيضا إلهي امتحانه وحكمته كله إلى جات كم وما أقارك ذو حنان بربحة كوكاد مركب الدب الرعا تحرع التاريخ دي إيا صورك إلهي وحكوم معمولي تشري إيا مؤمنين تمركب دم إنا عرطة دم بلايهين إيا قاوضوا إنا مركب دم تشبك ليهين لبتوا إنا مؤمنين تأوحر دونتو لكن إنت كوهر صلى الله عليه وسلم ما لنا عاد يلندون فان ما لنا ليدن كي يلندون تاسي وحرم وشدد إلهي وعدونك كسو معمولي تشري وحكوم لقي تشري مركب قد خلت من قبلكم سنن شدد با إهرتين تغي أي بغنك صعب سيرية وحي كدن بيين كوي بيني عرطة وحي كدن بيس محي كدن بيس ورانك مركب يعني إيه سيرة الدمرة عنه قوم النوح محي كدن بيين هلاك بي كدن بيين هوت قول ديس محي كدن بيين هلاك با كدن بيين كوي بيني إله سبحانه وتعالى وهكذا صالح شعيب يعني قوم النوح نبي يدا بذك الله بيني كوا بالفيري أو دراسية وحائدين صوبحي كرتا كوا المانتا إذن كسو ورشيدنا وحي كدام مينتونا تاس درسي كاتا إذن كسو بحيدنا معنا قد خلط وحاتك من قبلكم وردين سنن ودين إيه تشدد باتكي إلهي أو أضمان كلا بقم فصيروا صعبة في الأرض دون كالحديث الصعب أو فانظروا فيري كيف سنة كان أيها تعاقبة المكذبين كوا بينيي الله إيه حق بيني عبتوا بوحي ماشي بل سيدي أحاطي فيري سيدي أحاطي سيدي أحاطي حلال إيه بلاي كدبس إيه اللي هو قلت الرئيسي معنا هذا بيان للناس هذا كلمة قرآن كي بيان عظيم وللناس ذاتك الله عظيم هذا كلمة بيان عظيم وللناس ذاتك الله عظيم وهدى حنوني وموعدة وانوية للمتقين متقين تلوانية والحنونية يعني قرآن قال لك الله يهو عظيم عظيم حق الله يهو وحنو عظيم يا وحي فريه فريه العي وحنو عظيم يا وحي مصلحة يا دنأ وحنو عظيم يا حق يا باطل شيتك توصل يا شيتك خلدن بك العظيم يا هو عظيم وحبالك لقي حياة وحال عظيم يا محاسو صعلا نوشا انتو كدبو بو نوشا صوصا عطي مدن كدن بيسية دقمدا صوصا عطي محالك لنقون دونا حقال ووكا لدنبين دونا هذا بيان للناس ضدك او دنبو عظيمي لكن عظيمها هذا هموني ايوانو وحقوية ضدك متقين تا ساسو معنا يعني ضدك او دن عظيم بوية لكن عظيم في ملقوة فايدة سنية مايا متقين قول اللي دا ذاك فايدة سنية والذي سنة قادنا يا هموني كي سنة ايقا قادنا يا معنا ساسو معنا الله سبحانه وتعالى سيدو عيادك القرآن كم ذا كوشا يعني دعوذو يعظيم ضدك او دن بيك الحيس لكن وافتشين تضد خاصة إسكالي ضد خاصة إليه وافتشين سبحانه وتعالى سأسمعنا هذا كان بيان عظيم يقول للناس ذاتك الله عظيم وهدى هارونوي وموعظة إيوانو للمتقين ذاتك الله كعبسان يلوانين ويالله حنونين ليه قرآن كهانون إيوانو وحيوية ذاتك الله كعبسان سبحانه وتعالى بإستلاليه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تهنوا هنيات سبنا ولا تحزنوا هنمرجنا وأنتم إذنكو الأعلون كوى قرين تبلنباتين إن كنتم هداتين مؤمنين كوى مؤمنين هداتين كوى اللهم هداتين إن يمسسكم هدو إذن تابتي قرح نور هدو إذن تابتي فقد مسى وحاتاتي القوم قوم كي وحاتاتي قال لها اللفتو قرح نور باتاتي مثله أو كينو كلا كان إذن تابتي لمك وتلك مداتي الأيام وإمال مها نداولها ووريتشنين بين الناس ذلك تحدى وريتشنين مالمها مالنا ظالي مالنا والجالية وليعلم محوصا أولا وليعلم إنه أقاد دراد الله ألا الذين كوا آمنوا رمي إيه ويتخذ إنه صميست دراد منكم حقين شهداء شهداء يودين كصميست دراد وفعل ذلك ساويا سامحوا يلي وحقوا يلي إنه أقاد كوا مؤمنين شهداء يودين كصميست والله الله الله يحب ما شاء الظالمين قوى الظالمين تعالى ما شاء سبحانه وتعالى أيدني يعني مركي دجال كي وحوجا مؤمنين تجب كسو قاري بقلبي قدر الكوية قلبي قدر الكوية وحلله ولا تهنوا ولا تحزنوا يعني حتى يقدر عننا
حتاك ترانين او قلبي نيوسن ضعيف قلبي نيوسن ضعيف نهنية شبينا وانا للاي لبان قاري رقبان للاي يعني وحويان انتاسي ان قلبي شبين كرد مورال شبيوسن اذن كلين حمرقين وحي اذن كتري واذن بعفي اذن ساري واهمة لن قوشي سوق عنقلي قاري قوشي مركي قركو يستاقين بعفي ويوايه middaanaha umur gina ragii la idinka laayeen aha umur gina maxay leey yani wax way idinka ayaa kuwa sareynta badan idinka ayaa waxa tii kuwa sareynta badan xaaladani xaalad xikmad gooni laga rahabay imtixaan bay iyadoo kale inay soo noqotana waa suurtagal laakiin gacanta sare idinka iska guusha iyo libta idinka iska leh haddii muuminiintiin arrinka dhacdadaasiina qalbigiina dilin moralkayna idinka dilin haba ciifina la leeyo arq oo qalbigiina uu san daciif وحالي حدين نهر إذن كدعي واللي إذن كدل الرجل إذن كدل قوم كان هذا عادي سايسان ميت كان ميت لم إذا قاري وقرمو قاري ما ننتي بدر ما ننتي بدر هل سنوه تنسنا كلابة تنسنا كسد عبلة تضباطا باد بدر كسو قصتين تضباطا نوات إذن إذن كان تضباطا نبع لإذن كدل مركبك إذن قاري إيا النهر كإذن قاري ميت لم إذا هذا كهر إيقب قاري iyagii nambarku gaareen nambarkii gaaray niyad jab kuma ridina waa ka mar laba bay ku soo duuleen oo magaaladii niyad dib soo gaaray dagaal bay ku soo qaaday maxaa idinka keenaya marka markay wax idin gaaraan inaad niyad jabtaan adawgiinnu ba kaamid la mid ah gaaray ma niyad jabin saasana la yiraahdo haniyad jabina aadaduna waa taro ilaahay subxaana wa tacaala sida wax ku dhaqaayo wax ku waraayo waxa weeyaan maalmaha dadka dhexdooda wareejinaa rabbi subxaana wa tacaala وتلك الأيام نداولها بين الناس تذكر الله وريتنا الله قيبنا مال أديق عليه لبت مال وعقاد البحر كجارس وسوى هكذا يعني إلهي سبحانه وتعالى وريتنا وكنت لقلي حالتنا أولي قدنا يسنقوشي ولبت أين الرعين صورة الحكمة بلاك الله سبحانه وتعالى حكمة وكل يوحى كم إذا لبك إذن قالي يمالها قال قد إلا إذن كجا أتكى الحكمة كتير توحوي وهو أن الدولة يأين وعقاد ذاتك مؤمنين تعالى oo smiisan ogey waa ogey laakiin cilmiga meesha hadda loo jeedo iyo cilmigaasi waa kalgadsi cilmiga halka loo jeedo waa cilmi muuqda oo adoomadu ay arkayaan abaal gudna ka dhalanay waxay ilaahay wuxuu ogyahay wuxuu rabaa isaga inaysan ku koobnaanin cilmigu inuu banaanka u soo baxo la ogaado muuminka iyo munaafiqa la kala ogaado cilmiga ogaanshaha la ogaaday baana abaal gudku ka ratimaya إلهي سبحانه وتعالى أنتم صندقالكم بدعمة بوح والله الصعبة وعكلا يتقوى صوبك أوية هيتشبك إذن قالي ويتخذ منكم شهداء الله وقل ربائين الشهداء إذن كسمست شنر قيب وحا كرتها دعا صواش يقنين الله وطلع قال إذن شهداء ليلة حدار ما لها قار قد مر إذن كوب قالي سي شهداء لقوها ليا إلا إلهي شهداء الربائي شهداء إلا إذن كسو صار صمع شهداء إلا إذن كسو صار وحي كلفة إذا ما لها قار قد إلا إذن كتبي ورقل إذن كالله يصمع ساسو معنى ويتخذ منكم شهداء ما أمرك لبتك أمر علي والظالمين إنه إله تعري ما والله لا يحب الظالمين شعير لتعريه الله مسلم إليك إذن كان حد الله إذن كواهد كان حالبا أيضا يعني وحو النعيب إله إذن نعريه ما لكن حكم ذكا لا كتر وكوان إله اسم شغي سبحانه وتعالى ولا تهنوا هنية سبينا أو قلبك إنه يوصن ضعيف ولا تحزنوا همرقين وحي إذن ضافي وقول إيو معنى ذنماء وأنتم إذنكم الأعلون كوى سرين تبلن باتين أو كرين تبلن إن كنتم أداتين مؤمنين كوى مؤمنين مؤمنكم مرة ومن يتشو من يتشو مرة بقى مر والبنية دي سكر بن سعطة هدير خيايو إيا هدير لقر يما يعني وحو يميت كانوا كنت لك شيء قبل قابة دي سيئة تباوشيه سيئة ديار قروبي سوكلا يا مركبة لكن تيهر إنو كل يتشوى ما تصل معنا إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم هدو إذن تابت قرح النظر هدو إذن تابت فقد مصر وحطات حقيقة القوم قومك وحطات قرح النظر مثله أوكر وكلا كان هدو إذن تابت أوكلتا لنعول مكلمت معه لكن نظر أهان بيس غميدي لكن هو كان قد سنايرو منا يعني بقول يا فرطا نمبا يا حي تضباطا وصوت الصدقية تضباطا للعيد كنوا تضباطا كرية أولينا هل من مانك قبسن مؤمنين تهل من مانك الله يوقسن معنا وتلك مدة الأيام إمامها نداولها وان وريتشنين بين الناس ذاتك دحزا نوريتشنين ما المها قوشة يليبتو وان وريتشنين ذاتك دحزا وليعلم إنه أقرد رادد الله عليه الذين كوي آمنوا
ويتخذ إنه سميست درادد منكم إذن كإذن كسميست شهداء شهداء إنه كسميست درادد وفعل ذلك سأويلي ساسو يا لي الله سبحانه وتعالى والله الله الله يحب ما على الظالمين كوا ظالمين دم على الله سبحانه وتعالى وليمحص إنه يعني وحلصي ولا أسبابتي يعني وحويان مال كان ليدين كورتي وقرض اللوجو ورتيت وليمحص وحكله تقصى ويا لليمحص إنه قدم بدع فبراد الله عليه الذين كون آمنوا رمي تمحيصك علماء السلف كوحي ليهين يعني وحويان ودم بدع يكفر الذنوب كم إليه معه وحكرة الله أرنكر ولي محصة إنه شان يضراد الله ألا الذين كون آمنوا رمي إنك للصفية وإيمان كون الله الصفية محايا لي طهورا وحايا عيد وليعلم الله الذين آمنوا يجي منافقين تلك الأسفار ومرافقين تو مانين تلبت ويكون صعدا لكن مانين توحقا ويماد النظر كي ويكاحريا كوا إلا أركوه طوال الربع وحاك ليتوه ماشو كتير تمؤمنين تلفتو دي إيمان كوري وحي كتيري ومعنى وحي الدحلة أما وحي قشنا إلا قصارو فمحيس بلبع إلا كالهفون كالقرقريو أو يعني وحي المارتي لشان بيو أيضنا واحي كمدي كمتا حيا لنو ورب مركي الدقالك وانتو صواصع له وولي الدقالك لين نو ورب وحويا واجس نو ورب الله ذاتي بقود دقال لما يعني وحويا نو ورب الدرشيد يقول سر رئيسي ومعناها ترسل يعين وكسو بيها لكن مركي الدقالك لقال على كل حالي صلا ايضا ايمان كدك ولا مؤمنين بوننا مال كورك اقل يا وحارم خطر قيسنا يا ننا مال سكوتوك وليمحص الله الذين آمروا شانطينتا ايكا لسفينتا ولا ديكرا دمبداتنا ولا ديكرا معنا ويمحق إيه إنه ترد رادل الكافرين قالوا إنه ترد رادل قالوا أيها إن دم الله مغلوا إن إيمانكو ذا لكبعي الله السفين المر لأن إيمان بمليه إن شهد الله جسم ويستنى المر أيها وحويان أجدر أطلع ويمحق الكافرين أيها إلا تفتر على المر سأسمع وليمحص وهو الله ساوي لليمحص إنه اختبار أما امتحان أما ليمحص إنه شان ذا يدراد أوكال السفين الله قال الذين كوا أمرهم إيه ويمحق إنه انترد رادد الكافرين قالوا إنه انترد رادد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم أمس أم حسبتم مياد مودين مياد مليسين أن تدخلوا إنا تقليسان الجنة الجنة إنا تقليسان مياد مليسين ولما يعلم إساقوا وليؤون أغانين الله ألا إساقوا أوسا أغانين الذين كوا جاهدوا جهادي ومنكم إذن كايدين كامل هو يعلم قل كاو أغادوا الصابرين كوا صبري أغادوا معنى هذا وحوي ليدين دين مايو ودغال إلا يدين قليا ليدين كدين مايو صوت الوحوي هداد موضي سان إنا تشند إسكاق ليسان إذن كوا أول ليدين كلا أغانين ددك جهادا إيه كوا جهادك كعرر إذن كون ليدين كلا أغانين شنة قلميسا شنة روحا قلا امتحان كاددك كالصوب حقلا لكن أيضا امتحان كيبا ليس قلمين بانهم نتيجة دي امتحان كينا نهلو هذا يقول صوما هذا دول السمطة لأنه دكسر كباسكو عطان عبو باسو صوينا الامتحان كشوه بقرما وامتحان كنتيجة دي الصوب حق وشهادة دي قاددو عطان عبو باسو ساسوي أظن امتحان قلنا هدات إلى هذا قوم أنا دوك سوى امتحان كيسي أن قلنا كان عبا رأينا قلو كان عبا رأي كل حرمت الشهادة وكل حرمت مليك مليك رتوي معنا وحلم إذا شلنا وحاكسو كي امتحان كجهاد امتحان كان نتيجة كسو بحلانا شلنا وقلع شهادة لك على قصو قاتو إلى تاسي أي بعضو نياد مو ديسانينا شنسكي قليسان هدات تام مو ديسان وحسير معنا ساسوي معنا وقلو يساوي طيب ومركي جهادك أدقشان كذبنا ألا أو أقاذ صابرين صابرين دمحان أو أقاذ صبرا ونباتوين ككو صبرا ونفتو دي أمال كوضوما صبرسية كوا وحال أو أقاذ أون جهادك صبح عليهم صبر هل كان سكيم هذا محايا إلي صح صلاة صبر بربات وعبادات كورا صبر بربات لكن صبر كميشا ووقت ترسية لغو بحي بدين وحالبا أيضا محايا النفط عليهم الله صوريت صلاة وحقا قبو أي وقتي الدنيا دي وتكسر تكتي مساج كنت ماضي وحرا وقتي وماشي كل حسي وانا اصوم حرا اجي النفط بعد من الله وصل بجنن لكن قلت مركا تكت نفط هذا والله روح حرا اجي والله وصل بجنن نفط هذا والله وصل بجنن
سو صبر ديره لو بارو ويعلم الصابرين ماشا ماشا كل بها صبر يعني صابرين تنا كل كا هو الله اوغاده سبحانه وتعالى ام حسبتم ما واحد وليسن ان تدخلوا هنا جليسان الجنه جنات جليسان ولما يعلم اسغوا ولي اوسن اوغانن الله الذين كو جاهدوا جهادي ومنكم اذن كيدن كم خريب الهي اوغا سبحانه وتعالى وكوري لكن وحا لغا ودا يدون لموجين او ربي ليضعوا على لسانها جنبك جلسان ويعلم أوكلك أوغاده الصابرين الصابرين تمرك أوغاده جهاد كاي امتحان كامركي ليدن قليا كدي فواحا كبيرا ليس إن صابرين تألو أوغاده سبحانه وتعالى ونحن كوصو صاروا معنا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فذلك مثل ونجي صوشهن markii nabiga loo sheegay sallallahu alayhi wasallam nimankii reer quraysh oo ciidamo 3000 ah inay magaalada soo duldegeen oo yimaadeen nabigu sallallahu alayhi wasallam tashii uu sameeyay saasana dhanka nabiga sallallahu alayhi wasallam washaawirhum fil amri la tashalay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada walaashu saxaabadu isku yiri wala tashay wa kan soo sheegay markii in laba raayo la soo jeediyay raayi wuxuu ahaa nabiga oo nimanka magaalada gudahooda aan kula dagaalanno oo wadooyinka aynu kula dagaalano dagaal magaalo aan la galo tiro laba ekine ra'yina wuxuu ahaa aynu u baxno oo meesha ay degan yihiin saldhigood iyo banaankaan ugu baxno xagga aynu ugu tagno ragga meesha aynu kula dagaalano nabigu markaa sallallahu alayhi wasallam akhiran markii dambe go'aanku wuxuu noqday hal baxo ra'yiga dadkii soo jeediyay ee ku adkaayay waxay ahaayeen niman dhalinyaro u badnaa oo dagaalkii Badr aan ka qayb gelin saas daraadeed waxayba yani waxa way u hiyowsan yihiin oy u ooman yihiinba dagaal inay gaalo kula kulmaan maalintii Badr dagaalkii ugu horreeyay inagu galaan ka qabnay oonu ka maqnay alla yaana joojiyay meel gaalo iyo muslimiin isku heleen raggaasa macnaha waxa way go-aan ka lahaay oo markii dambena ku adkaysoo lagu raacay waa la baxay marka goortii la baxay oo dagaalkii la isugu yimid dagaalkii bilowday dagaalka wajigiisii hore iyo maalinta gelinkeedii hore waa kuwii muslimiintu adkaaday waxaa yeelay nabigu sallallahu alayhi wasallam ciidanka markuu qaybiyo taatiigii loo dagaal geli lahaa uu dejiyey waxaa ka mid ahaa niman 50 nin ah oo rumaad la yiraahdo oo nimankan leebabka ku dagaalama ayaa waxaa la fariisiyey buur ciidanka gadaashiisa halkaa fadhiya leh idinku waxaa laga ilaalisaa dhowr jirinta laga ilaaliyay waxaa yeelay gaaladu farday wataan ciidamo fardoolay ah oo Ikrimah ibn Abi Jahl iyo Khalid ibn Walid ay hoggaaminayaan oo aan yarayn bay gaalada wataan farduhu marka dagaalka wajigiisa horumar galayaan Charles bay sugayaan dagaal xiyiisa dadka ku tala gashay yihiin ugu tala galeen marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ragga iyaga kontonka Abdullah ibn Jubayr inay ilaada masuul looga dhigay oo oday looga dhigay waxa la yiri halka idinku jooga dhawrka naga ilaaliyay oo nabigu weli wuxuu ku yiri haddaad aragtaan annagu guuleysanay meesha ka soo baxayna haddaad aragtaan annagu eber nalaga dhigay oo ay haadu hilibka naga cunaysana meesha ka soo baxaatin sinaba meesha uga soo tii kartaan maalinta gelinkeedii hore markii la sahelayba waxaa aalsaarihii laga qaatay gaaladii waa lala kacay ilaa naagahoodii saxaabadu ay leeyihiin naagahoodii intay marada xayteen dahabkii ay lugaha ku qabeen cadaankiisii ayaanu arkayna wada arkay orodka ka dhacay baxsiga ay baxsanayaan gaaladii markii lala kacay subaxnimadii ayaa marka raggii loogu talagalay dhowrjeynta kontonka nin ahaa meesha waa meel banaan oo la is arkaya dagaal qaalku u socdo waa kay ruuxii meel saara saara khaasatan waa taa wax yar oo reede meesha maxayna dhigay ninkii gaalada la jiri dagaalkii lagu kala farxalay ghaniimada meeshan baasanaya xoolaha meesha lagaga caray iyo waxan kale tabayno ururin oo gurno maxaa meeshana dhigay ninkii saxaabiga ahaa ee u weynaa baa wuxuu wareer dhigay nabiga dardaarankiisii ma halmaanteen soo nabiga dardaarankiisu ma ahayn xataa hadday haadu ma curayso ha soo dhaqaaqina haddaan nu guulaysano adkaamana meeshaa ka soo tegina horjooga guuri maya 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 bari xoolaha miyaynaan ka qadin xoolaha meesha daadsan nimaga hooyana ka qadin afarta nin oo kontonkii ka mid a meesha ka soo dhaqaaqa toban nin baa soo haray tobankaanin markay meesha kusoo hadheen khaalid iyo fardooleydiisiio waxaa aragtay waxay arkeen dhabarkiio soo banaanaaday ciidankii dhabarjiminta lagu talagalay meesha waa ka soo tagay
خالد مركو أركي حال مربو تيرك صعب فتيا فردي زيسو يا عيان بو حصاد لتوان كيني ما شف فدي توان كيني ما شف قدري مركو أنقال خالد مريت فردي صحابة أو سي تيرا أو سي يحلو سنة أو سي عيل سنة يقال هذا فرور كذي في جري أم بقدر عليه لا ما من بلغني لا ما بدنا بلغني ما شاف مرك الطرف راح كبعض والسجروه شيطان بامرك كل حبايدي يسوي وحارض مرك هالك عمر يسوي بوصحابة النبي قالوا يقول سيدنا صحيح البخاري كسرتي ورجال بالليدين كسر قلنا يا ورجال أيك ناس كتير سيدنا إن لما قال كمرك وجان كيسو ورير أو كل هجيد يسو وريرته وعلى يا مرك يكون سعيد حتى ينال يسوي ساس معنا وأقول هذا مريض يمكن يكون عمل وشيل صاحب منه شيل صاحب منه كله marka wal isku dhacay saxaabada laftooda qaar ka mid ah islaay wal isku dhacay gaaladii xagga si arrayso way soo raagal cis khalid iyo fardaleedii si gaalada ka yimaadeen kala qoraa waxa markaa saxaabadu waxay u qaysadeen marka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo koox la socota ay buurta u xidbay salka saareen ragbawra todoban nin oo raac oo saareeda iyo laba nin oo muhaajiriin ah ragbawra nabiga difaacaya sallallahu alayhi wasallam ragbawra waya ayro madina loo yahay قال لي ما انت لما نوليه فعويني ولا بمفتها بالعرب خرجنا كوح انت اللي سوء الرسالي بها ماشي اللي اسكو دفاعي يدير الكسعد حاربنا ايضا على مركة الله سبحانه وتعالى توري دروس كبحنا او يعني جوارب كملة ايه الله سوق عليه جوارب كملة وحقو شيطان مركة كده يري ماشي يرحي محمد هو اللي دلي من ابن قمع اللي ده دانا وطنو الى انام دلي وقعان دي لقدر محمد warkaasi markuu dad saxaabada dhex galay way jabaadacay waxa la yiri Muhammad ma hadnabi geena la dilay xaalkeenuna sidee yahay haddana waxa la naftaada la baxsaday markaa xaaladda iyada marka ay khatar taalahay sida lagu sugan yahay jawaanib kamida oo duruus oo muhiim ah bay marka aayadkan bixinaya oo saxaabada mar la canaanay mar la tacsiinay mar sababkii arrinta ay ku timid loo laga dhaadacin oo leeyahay sabab ku saas uu ku yimid duruus ay la soo saartay mid ayada oo fadhiga subhanahu wa ta'ala wa laqad kuntum حقيقي وحار هيدن تمنوا لقوة من يار هيدن الموت قريب أيها تمنشرتن من قبل أن تلقوه انت إلى لك المنكر فقد رأيتموه حقيقي قريب وأركتن والحال بعد أكثر أنتم إذنكم تنظرون أصفيري نيسا رقا زواقوه ورقي مركي لاتشنع إلى بحيرة كهي رقم يالي يقريه دي اللوية رقم ايه طلعك إلو صار رقع المنكر طلعه ilaahay oo mar aanay gaaladii suu ka nagay ragay iga hawo waa jecleydeen inaad dagaalantaan oo dhimataan oo ilaahay jidkiisa ku dhimataan waa jecleydeen tii iyo inta ilaan la kulmo laakiin ayadii oo xaqiiqo oo dhabba baad aragtay oo mowtka miyaa la arkaa waxa laga wadaa asbaabtiisii baad aragtay ama raggii mowtku dilay baad aragtay oo lallaahi saaxiibadiinu daadsan soo dhamar asbaabtii mowtka oo seefti iyo warankii iyo nin aan ku naxaynin iyo wixii oo dhan baad ishiina ku aragtay إيما أي رضي أهين فأطبق واركم رب الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم حديثة وعرهين تمنوا لكوة من يأيذ هذه الأوتشعال الموت الجريد يشتك إله المقريون من قبل أن تلقوه إنت إذا لكل من إنت إذا لكل من الدقال إذا لكل من قهر معه فلقد رأيت فقد رأيتموه حديثة وعد أركتين جريد باب أركتين والحال أنتم إذنكم تنظرون أثير نيسان إنديه من الشمع إذنكم إشي ما أي حيساء يا بركتين ما لدي معنا سياسوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسن الله العافي عدو لكل انكي هاتشي على سنة تتمنوا إلهي عافي ويديس حداد في لكل انتان سقنان ابن نبي صلى الله عليه وسلم سأسأل دونه مركبه لي يعني واحد بعض حفظتنا فراح بلن إيو يعني قمقبت إيو وحسن قيسر الخاء إيو إله مر سوك هنجي وركا تشوشي لكن قارك هاد كورنتان وركا سجنان أو حسك بعيد ميت ظهرة ولا يسمعين معي السلي بالوي خنا سلي بوع الوي خنا مركو فرنا إن جيب مجدل الله وياه وفان كيسية كم قبتي سلك كروه قارك رجسكوري ما دنا معنا مارو قبعي لواي وركا علو كل جوا امتحان حالدا واحد حالد امتحان واحد عن مقام ده انت اسمه جديد هالتمنين لكن قرطك وقصته دي ستي مادان سجنان من النبي صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد محمد ما أهان إلا رسول رسول مي رسول كاس وقد خلت أي تكتين من قبله الرسل الرسول شو أي تكتين
رسول الله ودي تتوقع ماته أفا إما تهديه أدنته أو إسكي أدنته أو أنسي قتيل اللذينه إن قلبتم مياد كدوميسان على أعقالكم عربيالكم عربيه نضوش ورمياد كدوميسان ومن ينقلب عدي قدونتا على عقبيه لماذي سعب وضوش ورمياد كدوم ودبوا نقول إسلام كنغلا فلن يضر مضي ويا الله ألا شيئا شحرق لهماي حيله يلماي وسيجزي الله ألا وهو أمال مرين يا الشاكرين وهو أمال مرين دونا الشاكرين كو الشكرية وربي أمال عليه سبحانه وتعالى وحياي سو محمد بعد انتي محمد والد لي وركسار لسد حمري وقال لدي نسكب على عيسي الشيطان كله واقعي إلى بيانه كتب قليه يعني صحابنا قال كم يدنا قاري مركسار رجع قاركود وحير هذين حبيب النبي قال لدي صلى الله عليه وسلم حال ما شكت شوبنا هنا كان لسكك العرر ونو اللي حير كزي عروت زيناش وقلافة كلها هرادي وعلي وهذا محمد والرسول رسول بان كون رئيسي وهرتي كون رئيسي بان انت رسوشي كون رئيسي حضور انت عمل لسيله ما دين تبقى عرس دين تلا ما كتريسا ومحمد درتي ودين دوانت تنزيلها درتي ودوانت حداد محمد درتي وها يستينا حدا محمد هو الرسول ونمشه لي مركو انتي ما دين تبقى عرس حداد الهي درتي وها يستينا الله هدوها يستين ونولي سمعنا هذا وحوي حتى هذي سجنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن نديله وإن الهوشي وكتك فيه وضن أما إنه لم تحد سجنات وإن الهوشي ماشي كسي وضن ماشي النبي قاسي صلى الله عليه وسلم لا كسي وضن لكن النبي جيبا لديلي إن الدين توضع عرقات سأصراه المعنى سأصير بحيالي دين كان ومن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فرين تسيح إلكي سادوك تدنبه بقوله أمه على رسول باكوريس أيدي كوحا لنكرر إلا تسي ودان دين أو جهاز كسي ودان أو فاطين تيدي فدين تسي ودان أو ماشي كسي ودان بل نكرر ونعم سأصير مركي النبي كان مقبولي ودى صلى الله عليه وسلم عليه حديث صحيح البخاري وكسر والصحابة أي نحان وغاركوض أي آدو أرجتحان عمر وصف وصف وحيد عريا ديك المحاولات انت عرض وانين كان كم غلم حاول وارد قرطان كقوينب ايا ابو بكر الصديق رضي الله عنه امال مركا يعني حافظ كوريتشري ايا يميت نبي هو قال صلى الله عليه وسلم اميتة مركا سوى مرسار نيبو كقال ورن كذي مركا سوى حكوية للنوال اي قيري انت واتكو بيب باتكو نقطي يعني واتكو على اكسنات الهينا اللي بجيري واتكو كل من ماي انت مركو يريب الصوم نقضي فنانكو صباحي عمر قوميشن سيتي سايستوى عرية ايه كذا كواهي ويقول ورقه ربريس مفريسا ليه داد كينا ويابي يعني وحنا لا ارجع حسنية نبقى لبشري سلوات رضي السلام عليه وفينا وحنا لا ارجع حوات او بكر الصديق رضي الله عنه آيات ومارك القرآن كسوا مفتي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا يا عيدي أها عيدي إيضنا إنك ميت وإنهم ميتون هذا يقول أنه محمد هو أدمان إيهونا هو أدمان إيه بكي مركز إن بدا مير وقور ريس عمر روح إذا يري مركز المقلي بالوغاه يجي إنتي لعب السلادين بالوغاه قد عيب إن الملك قد عام سكيب بمعنى مركا عيدي بالك لقاطري وددك عرق وريقف الواطي وولك لأخرين يا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل والإسكس برسيني رسولك إنه دمك رسول الله عليه وسلم وإنه قادر آيات دوائي قال الملك وراء لكن وحا قد عاي وحورا حرق عروس وكتب آياتي مع المنسيسين ما أنت إلى آيات بسود اكتبا بالمدى معه ساسويا مركا وما محمد المحمد معهانين إلا رسول الرسول من وحك لما رسول كاسو قد خلق آيتك من قبل وارتي الرسول رسول شايتك أفا إن مات هذه أبنت أو أما سيقتل لذلو إن قلبتم مياد قدوم إيسان على أعقابكم إربيه ندشر مياكو قدوم إيسان يعني عربتي سدوشه ركوك قدوم معنا دي بقول نقضيه بصوا إلا عربت وقلال بكاتشكسا روح مركو قلال قلال وقلت يا ليلة يعني وحوة انقلب على عقبه معناها دينتي وكان نقضي بالقول إن قلبت مياد قدوم إنسان على عقبك على عقابكم عربيه نضوش ورميات كل نقول إنسان ودين تكل نقول إنسان ومن ينقلب الروح نقول على عقبه الذي سعب نضوش ورميات كل نقول فلن يضر الله الله قبي مايو شيء أو حركة قبي مايو وحبك الله هي المايو سبحانه وتعالى إستدعوا مع عقبه دي كان كم نقول أغرسي أدوية دي زواحي علي وسيجزي الله إله روحه أبا المرينية
oo ruu abaal marin doona ashaakirina kuwa shukriya ayuu Allah abaal marin doona oo sugnaada oo diintiisa difaaca oo khayrka qaata oo yani Muhammad dibashadiisa diinta uga noqon shaakirintu waqwa wama kana linafsi an tamuta illa biidhnillah wama kana وما أهان للنفس النفق وما أهان أن تموت إن دمت إلا بإذن الله إذن الله إن يقول دمت موي كتابا كتب وقري كتابا القرآن أي الله قري مؤجلا أو المدهي مدلقة ومن يريد روحي دونا ثواب الدنيا الدنيا أبالك إذا روحي دونية نؤته ونسيننا منها الدنيا حق إذا وكسينن ومن يريد روحي دونية ثواب الآخرة آخر الثواب سيد روحي دونية نؤته ونسيننا منها آخر حق إذا وكسيننا وسنجزي وأن أبال مرين دونا الشاكرين كو شفريا أن أبال مرين دونا أستاذ سيد عرب عميش الله قام لي عرب آل عرب طيب قيري كابت بعد المس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله نبي محمد دمشديس هي الدليديس حول إلهي كعنده سكترتوي بحل بين الأب أذيقا عرارة هي فلي أهونا لمشبع هذا وقت بين الأب وقت قادي هذي قادنا تحدر كما بدبارينك عرار عرارتين كما بدبارينك صاصي معنا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إذن إلهي ما يقول وانا كتاب قرآن او الهي هوي او قرآن وقتك ابن مليس ايه سوقك ابن مليس سكة سهداد وعرفته اما سكة سأدهرته لو انا من لما كانك رغينا وقتها يكسوها مرتع اما كدب العبد ساسمعنا مرحبا سلاسة يفل يومينا ساسمعنا خالد مريد رضي الله عنه وقرن الإسان دينكي انت سوى الدقال وليكي امريكي سبب الدقال وتاقم بوها شام ايه اراء ايه ننكي فرو دقال لذا انت رضي نسايا هقامني وقتي النبي صلى الله عليه وسلم هو جاميوا وقتي أبو بكر هو جاميوا وقتي عمر هو جاميوا هو قدمتي منك انت صوت دقال قلي وهو قدمت سررتي سبوي جزي سوى تقودت انت صوت نظر سوى قلالا وركو دماني ووحوي يعني وحويان انت صوت دقال وصوت قلي ما انت لقوش ايضا قد ماني فلا نامت اعين الجبانات فلي اشي سوى مصيحة فلي إشي سوى صحته دقال أباد قشي سودة دتشين ميسو قيري كو سودة دتشين ميسو وار عرارتين وعاصمة لها يمي لها النبي قليلا هو عرارتين هدو وحا وكاغوه الرئيه وقاحو إيا وحا كاغوه الرئيه عذروك وكونو هاريس إيا بابور كمرا صلا ما ديري ما كفا لنك كلاف روكت ماك وحا وحا قروه وقرية هي وحبا عرض يتكد هاي هو إلهي من عكرها سلاجي سبحانه وتعالى وما كان ماها للنفس النفق ماها له كذب وحا لي منك عمل كيسة أدنية الدول كوعة أدنية دي ويش اللي هو قريبا لقسي منك عمل كيسة آخرة كدوليانا إلهي آخرة سوح كسر سبحانه وتعالى مركا من يدي يعني نحو القصد كهجا جسده معنا وما كان ماها للنفس النفق ماها له أنت موت إني بمطو إلا بإذن الله إذن إلهي نقول لمطويان كتابا كتب ذلك أرنك الله وقري كتابا القرآن البقري مؤجلا أو لمدي مدن وقت وقت له ومن يريد عدي دونت يعني عمل كيس روحي لدونا ثواب الدنيا الدنيا ذا ثواب كذا يعبال كذا روحي كدونية نؤتيه ونسينينا متكا منها الدنيا ذا وكسينينا وروحي الله وقري معنا من با معنى وحوية عمل صلينا صلاة بتكنا يصوم بلا إيمانا يحج بلا إيمانا يجهاد بلا إيمانا لكن الدنيا كدونية وما عدون آخر دول معه أدوية دي مواقسين لو إحي الله قريب على السنة ومن يمت روحي سدولة يتواب الآخرة آخرة طواب كذي عمال كذا دولة وعمل كيسا لدولة نوتيه ونسيننا منها حقا وحسيننا وسنجزي وأن عمال مرين دولنا الشاكرين وأن عمال مرين دولنا كون شكرية وإله أمال عليه سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين tani waa uu saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam ee maalinka wuxuu dhin ku soo gaaray ayaa loo tacsiinaya dhinacna xanaanay wa ka ayin in badan oo min nabiyyi nabiya ayaa qaatala waxa dagaalamay macahu la jirankiisa ridiyuna ku xafra badan ridiyun hiya aljumu'u alkathira xilwana sala ku saasku masare ridiyuna ku xafra badan ba dagaalamay ربيون كوحو كثير أوفر بلن بعلا دقالوي جماعين بلن بعلا لشيرن كورا دقالوي فما وهلوا كوحيه نبي يدن لدقال دقال كالقالي
معناها لا تشري فما وهموا مين نيت شبن لما شيء درتي مين لن يتمن أصابهم أصيب في سبيل الله جدك إلى أصيب وما ضعفوا مين تاقدرين مين ضعيف وما استكاروا اسمين ديفن مين إسدلين وقالوا مين إسدلين والله ألا لا يحب وحجعي أصابرين كوى صبر أيو جعلي وما كان معهن قولهم وراهد وضيع هذا الكود معهن إلا أن قالوا إلي لهذين مويه ربنا ربك أنه اغفر لنا نوضع ذنوبنا دمي يدر إلى النوع إله نوضع وإصرافنا حد قدبك لك في أمرنا أرنك لك أن كل حد قدب لنا إله نوضع وثبت الله سوك أقدامنا قمدها النبي اللغة لك إله سوك وانصرنا الله نهيلي على القوم قوم كي تشري سأل كافرين إلى قارنا فآتاهم الله الله وحسيه ثواب الدنيا الدنيا أبال كذي ورسنا وحسن ثواب الآخرة هي آخرة أبال كذي ثواب كذا ولا جيسي وسي والله الله من يحب الحسين المحسنين قوة صلى الله عليه وآله جعله سبحانه وتعالى إن بلن أو النبي هذا كمنا أيا وحا الله دقال لمي أو للسعودي أو كقرب دقال لمي كوحو أما جماعين فرطبا وذكي الرمي بذكى النبي هذا كقرب دقال لمي جري الرمي لباتوين كسوق قارم ما يسلين نية تبجر دقال كان أمي يعني دقال كان كمينة تعيف جر اسمنا دي بجر وعلو قوضة اسمنا دي بجر واسمنا دولين جر إذن كسوقوا يقولين المغطى المعمد نبي محمد كوى الرعصو حديد دقال كي أحد وحيد وكسوق قارين بدكي والوناك سلايا النبي يدر لسه أمجر لباتوين أو كلاوي سوق قاري جرتي لكن مي كيني جرين نية تبان مي كيني جرت إني تقال كي كبا عيفان ميكينش إني عادة وقال إسود ديبان ميكينش ارتمايا إذن كنا سيدي وقال يلا ويمع وحبان نسود باري هولي يتبنا ضدكي ورأي النبي يلا رائي تشري اللسو عن تشري اللدى يالقلي تشري كوي وقال يتبقى نكودي ياشا ويمعنا ومعنا وحوغاقا إذن قال يوسن يعني وحو إذن كو كينن لما تقول إنك يوسن يسو كين الله يحبش عليها كوة صبرا ضدك النبي يلا رائي ورأي ولدى يالقلي تشري كوة سيهان القوض مرهان إني إلهدين مو إله نود بدا waxay tirinayaan markii jabku soo gaaro inuu jabkaasi ku yimid dambi daraad oo ficil wasas dambi aad gashay baa jabku ku yimid oo libta lagaaga helay ilaahu noo dambi dhaaf xad gudubka arrinka naga aan ku xad gudubnayna ilaahu noo dhaaf gumadanadana ilaahu sugo lugaha naga sugo geesinimo la siiyaanan calarin dadka gaalada ilaahu nooga heli saasi dhijir waa bariyan ilaahu bay tuugaya subxaana wa tacaala waxaan horay idin u soo sheegnay يعني هبك أهوين الهدى قال ما قلت بيالك مالك اللي تشوقه وابريد إياه سبحانه وتعالى هبك أهوين وحول الكوي محايا لي وما النصر إلا من عند الله ينصره إلهي أم باقوشة هي يليبت إستقال وحا لقاها لا إله من يكسته ودقعنا إلى يتابعك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بدك أهوك سيه أدوك ثواب كسيبه سيه ثوابك أدويد التي وحوين وابقول إيه كعنصر إيه غنيمو حوالي قالوك خفصدان آخرنا ثواب كذا كيس وناكسنا إلهي واسية سبحانه وتعالى الله نقول محسنين في صواف رأيه جالي وكأي انبغا أمي أمي نبي النبي أيا قاتل وحادة قال لما معه لتشرين كيس استغوا إيه لتشران وحادة قال لما ربيون كوى كوحا أما كوى ربي اللو آني سالة ولنا ربيون كوى ربي اللو آني الله أقعي كثير آفر بغا فما وهنوا ميسا ليتشبن لما شهدت من لم يتمن أصابهم أصيب في سبيل الله شدك إلهي كأصيب وهي سوق على رجل الله فعلى الله يقف صدي يعني الله يقف صدي مين لم يتمن وما ضعفوا مين تقدرين ومين كتقدر مين كضعيف إلي سي وضع الحوش جهد وما استكانوا ميسا دلوبين ومين السوتي بن علي بودي طيب وكي داريين علوكي مين قعنت يسوق لنين أولي عليك يا عزيز بي إلى لمية لماذا أيضا يسوقك والله الله يحب وتعلي الصابرين وكوة صبراء يقول لتعلي سبحانه وتعالى ولماذا تبا السوقك بكو صبراء امتحانك كوكو ليس كواسر بتعلي سبحانه وتعالى وما كان معهن قولهم سدرس ما هو قوله هو درس لماذا كان يسوقك بي وقوله قال قد مسلمين تيدي بكو قاري معنى هذا معه إن معنى أن يتبك قد إلا تسجيبتنا معه حوشي يا مهمدي آذي سينا مغطفتنا معه soo saar ma hayaa dhaqanka lagu ma qoonin dadkii inaga horay akhyaarta ahaa ee nabiyada la socon jiray ee jidkan aan hayno hayay lagu ma aqoon bal xaaladdaas xamaas kooda iyo wax qabad kooda iyo dadnimadooda
iyo dadaalkoodu markaasuu wasiil lama laabmaan ma aha saas weeyaan marka saas yana leey wama kaana ma aha in qowluhum oraahdoodu ma aha ay yidhaahdeen qowluhum oraahdoodu ma aha in xaaladda iyada ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooy ربنا ربنا اغفر لنا انك ذنوبنا ذنبيتنا لله واسرافنا حد قدبك انك في امرنا ارنك انك دحديس ان كو حد قدبنا وثبت الله سوق اقدامنا قمدها انك لوغه انك سوق وانصرنا الله على القول قوم كدوش سال كافرين اي قالوا فاتاهم الله الله اتاهم وحسي الله الله وحسي ثواب الدنيا الدنيا الثواب ولد يغنم الله قال سوق واسم ثواب الاخره اخر الثواب كذا ونجي سنوالس oo isagana jannada ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ridhiisa wallahu allahu yuhibbu al-jari al-muhsinin kuwa samafara ayu jari ya ayyuha alladhina kuwa amaru rumayyu in tudhi'u hadal abdi'lan alladhina kuwa kafaru galu bay yurdukum waydin alinayan ala aqaabikum irdihi nadushoday in ku alinayan fatanqalibu markasat gadoomaysan tanqalibu wa gadoomaysan khasirina idinkoo khasaaray wal aakhira u gadoomaysan bal iska day اسكبها فقدوم قاس الله ألا أيا مولاكم هيليهن وهو ألا خير الناصرين انت هيلي سوء خير بدين مؤمنين تيه هذا بعد أذن كوه قالوا بي عربتي نم بيدي بي نكو علنية قال لما بنتي بي نكو علنية صاصي معنى قال لما بي نكو علنية معنى الله على قولة دقال كي مركي انتو دعاي لباتدو دعضي أيام لها رققار كي وحي السيرة هذين ورمانتا عيد كلا كوما بحسنا إنه نكي لأولنشري أبي نكي لموافق مرافقين تي إيه قالغي بل سيدي أي نكوب الباب لهين بل إيهي أي نكو عرر إيهي بل هلل أبو سفيان إيه حاجة عبد الله بن أبي بن صلال إيه قلوبتا وحدا جل كرا وشيطان كتوري كرا مكا وحدا لي وركوا هذا عبد إعلان وأنه كان لدى قال لي سينا قالغها عبد إعلان وحي نكو صمين وحولا إنا عربتي ندبي نكو عليا oo gaalnimo ay dib idinku celiyaan islaamnimadina idin ka saaran haddaad tahay yeeshaan muhaadici idinkoo khasaaray ayaad aakhira u noqon doontaan waxaad dhimanaysaan oo aakhira aadaysaan idinkoo khasaarsan saaha yeeline allah hiliihina inta hiilisana allah ugu khayr badan subxaana wa tacaala saas subxaana markii dagaalkuu dhacay ayaa abu sufyaan oo odaygii gaalada markaa watay radiallahu canhu saxaabigu ahaa dib uu ka islaamay ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo kooxdii difaacaysay agtiisa intuu yimid oo soo istaagay baa wuxuu yidhi war muxamed aaway nabigu wuxuu ilaa u jawaabina war in abi quxaafa aaway abubakar buu ka wada shub amusub war in khabaab aaway buu yidhi ka amusub markii loo jawaabay wuxuu yidhi قال لي نمكا سيما الله ربك نمكا داتكا قاضي حدي نولي وعلي الحياة عمر باقي النبي الله وعلي شباب لنك وعلي شباب النبي صلى الله عليه وسلم مركا ساويح وكي يري ونكا قراها اللي وعمر نبي محمد نوان نولي أو بكر نوان نولي الله وعلي مغلسة وحكا مرقية وكو حمايين إلهي وكون نولي وعلي نولي مركا ساويح اعلو هبل salaam hubul la odhan jiray caabudi jireen nasrigan iyo guushan buu ximoodi hubul inuu keenay hubul uu salaam noqdo kor noqdo markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam u jawaabaa maxaad aan nabale waxaa baraa nabigu sallallahu alayhi wasallam allahu a'la wa ajal ilaahi baa ka sarrayn badan oo ka weyn badan hubulkaad sheegayso markaasaa wuxuu yidhi lana al-izza wala izza lakum annagu cizo salam la yidhahdaan leena guusha ku gaadhnay laakiin idinku cizo la-aan baa tihiin u jawaabu nabigu sal ly sl maxaan dhahnaa allahu mawlaana walaa mawla lakum hiliyaha lagu waa ilaahay idinkuna wax idiin hiliya ma haysataan hadal noocaasoo markaa yaa la isdhaafdhaafsaday wuxuu yidhi oo ka mid ah hadalladiisii waxaad arki doontaan yacni yowman biyowmi badrin bui maanta maalintii beder bay u dhigantaa shalay baad naga reysa anaguna maanta aynu ka reyna walxarbu sijaalun dagaalkuna sidiisaba waa moogeysi wey maalinna adigaa leh maalinna waa lagaa leh raggii aanu idinka layna waxaad ku arki doontaan jirkoodiiyo qaar la googooyey suuradoodiiyo la xumeeyey laakiin waxaad ogaataan anugu kuma talinin kama sii xumaanin buuri
هذه الوسمي حمزة بن عبد المطلب يا كمد الرجل معنا عمر جوجوين شيكون صار معنا أروه كمط سليمين لكن مرتي يسوي كم حمان نبي أروه مركوعوي وعن كورة وحيري لنا العزة ولا عزة لكم نبي روح كتشوا صلى الله عليه وسلم وصحابه عليه كتشوا من الله مولانا ولا مولى لكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين إله ما يجري سبحانه وتعالى إليهن الله عبده إذن هي لنا يمعي بها ذكاتك إن ينصركم الله فلا غالب لكم عبد الله إذن هي لنا إن كما أسكنك إن كما أرنك لو المعنى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد حديث إلهي قرب كنا كبره وهي الذي سيدن كده يا إذن يحبين قنكره يا أيها الذين كوا آمنوا الرمية وإن تطيعوا هداد يشان الذين كوا كفروا قالوا يردوكم وإذن أذنيان على أعقابكم عرضيه نضشوا وإذن أذنيان فتنقلبوا مركزات قدوا إذن وآخرقوا نقول إذن خاسرين إذن كوا خصاص بل هيالنا سلاسة الله على أي مولاكم هليهنا وهو على خير الناصرين إنتهي لسوء خير بني سنوكي ونريدي برب سبحانه وتعالى في قلوب الذين كل قلبي يضع كفروا قالوا بي الرعب أرجع ما نقول لنا بما أشركوا أي بشرك شركي هو الدرتي بالله إلهي أي شريك يلان ما شيء أي شريك يلان شيء غاصر لم ينزل أوسن سودة جنين به إساق الله أوسن سودة جنين سلطانا واحد جل وعد شركي غاصر يودا جنتا ذرادة أيان قلبي يضع أرجع أقول لنا وما هو مكانه هياتكم ما شاء أيوه يدنا هذين يعني النار النار ما شاء أيوه يدنا يعني قل يعني النار وبيس وح فاصل هذه مرت والظالمين كوا ظالمين ثم كانوا نجادي جوزو ما شاء أي كل نجان دونا أي فاصل هذه برب الله سبحانه وتعالى رب وحليه وعن كل دونا كوا كفرية كوا كفرية قلبية ولا وح كل دونا أرجعه أرجعه من كل دونا وكين الوديش رسول الله عليه وسلم مسيرة بالرعب مسيرة شهر بل ما الله صعده على ويب مركو ايتشيرو ان قلبي قوضة ارققح اي عبسيلة قليو با اياه ايوه ليه ونبو رسول الله عليه وسلم مركا محاك يعني ان قلبي قوضة ارققح لقليو او اي عبسدان او اي مؤمنين تكا عبسدان او ارققح او قلو وحاكيان ايا وودا چنت اله اي ادومدي ساي وحي سقود دارين عدة إلهي وحقود درينا وعدة أن حجل لكو عابد إلهي سودج أصنام با إلهي قوك عبودان شركي با إقلان كاسا كياني إن قلبي قول أرقق حل قليو وعرسي لقليو ويمرو البعصبان صلى الله عليه وسلم معنا الواحد التوحيد كو كان جنسيني وصلا شركي ورمحو كان فلنيني منك قبور تعابدية أما أولياء عابدية أما ضدك أنت عابدية أما تشنك عابدية أما جيلها عابد يوم بركيسنا يوافري لماذا؟ لأن القلب يسوء إله الرعب كله محان قال يسوء علينا أنا إذا ما فهمت محان الرعب يجي أرجع نوري وحا الرعب يجي نوري ذي القار برام وحا كل ذي الشركي جينا كتران من شركي كتران هنا عصر الله قلت قار فربنا شركي يسن قلن بلكن الدنيا تشعي من الدنيا تشعر عضينا إنه عصر الله قلت وعبور يحاسس إيو وحوراء جرعسي إيو وحوراء سبوت وصن حيرين هيا إيو عصر أيوة قبتي كاسنا مالك اللوانا ويلوانا تشبك كاني والشركيات كاللي قلنيو خرافات كاللي قدشيرو إله غير كيو اللي عبود إيو إيو الدنيا دلتي عمال سيلا حديث كاللي قبسوا الله بسم الله ربي وسلام عليه تيقى رضا تشبك كاني سيما لأنك عبد الله وريكي إله من أصبابك إيو وحيالها تقامنا وحيالها سوح كبلي سايو إنت بنا النتيجة كنت مادا ساسي معنا مالك الرعي بيقى واحد كياني شركي أي قلين ماشا أي كده ما يدونا نوانار تجهنم يعني ماشا سانا باصلحات ماشا المكان النقاذي بيقى نوانار تجهنم أي باصلحات بمعنى سنوكي ونريد دونا في قلوب الذين كوي قلبي يضا كفروا قاروا بي الرعي بقى رجاج حبان كوريد دونا بما أشركوا ولا تيمتوا ذا ضبط ولا تيمتوا ذا صببت بالله إلهي أي لو ذاتيين ما شيء لوح لو ذاتيين لم ينزل أوسن سودك من الله به شيء السلطان وحده جاء أوسن سودك تعال صوبت هذا أي قلب يقول أرجع حلو قرني وما وهم هنا أرجع كل على كبر نمنك مرباح الجيسي رقشت يروح لسعد أيه ورجي بوح بدن كلاي أنت كلا كلا فيك تي
هذا هو كل إكل والمجالد المدينة هنا جلاب وسوق الميستا يا كحيل إني مجالد آدم ومكة غنيمة بعد روحني أرجع حما وما جاء الله يجلس وبحوز لي مش رجيو وحمد كل سنة لكن أما ذكر لم يشكو ترى ما نريد يجلس وبح أبو سفيان يرجي سي وحي سير هذا اللي تلعى أنت اللي تلعى ينكرين لا عارس ده وعارن meel dhe markii joogan oo meel magaalada xogga ka dursan ay tagen xamro qasr leeyahay meesha markii joogan bay isweyn sidii loo hadhay waxay meesha kaga midow jira rag iyo waaqi magi leeyne magaalada ay ku noqono soo diri la qaysan waxay magi magaalada ay dooro tahay macsuuma ila qadir suuxri goor is arabiin hayaa oo soo noqon rabaan ba waxa soo gaadhay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ciidamadiisi wixii fiigfiigay iyo wixii dhaawaca iyo rag iyo jilcus kulli soo wadaa soo socod abu sufyaan warkii markuu maqlay وحي الورد يلد بين السيدنا يلد تيالي يعني نقرر منه نصوح عرسية خلاص سمعت حي الرسول صلى الله عليه وسلم مركي ضيالكو لما ضيبا ما انتي كحيكتي اياه ملك جيبك بصوضح بالك صحابة انتو صور ريب وحي لنكي ضيالكي ورققي كلا الشري لينا ريو سن الرحيم او تجدونا iyo nabaradi ku yaalan oo dhaawici ku yaal oo dhigii qoyan yahay oo ragi macnaa wax weyn dhintay aaskoodi qoyan yahay oo aan ka soo kaaninba buu ilaahay ku yiri baa marka fiin dhaqaaqeen xamraa ula sababay tagaanba meeshii abu sufyaan iyo ragiisi waa macarreen ba macan marka ruuxdiga iyo argagaxa ilaahay ku riday bay la carreen oka ilaahay baa rabbi leen wax maamulaya tayib wama'wahum يعني مكانه يسكر يمشي كوهينا يعني النار مروي وبئس وحى باص لهذه المثوى الظالمين كوى الظالمين تنفتو ذو ظلمية قالوا مكانه يعني النقابيكو المثوى ومشي اللي قلنا قادو نار تو يمشي كوهينا قادو دونا نمشي عباصة باص لهذه المعنى ولقد صدقكم الله وعدا فنوحوي ما دام نتيجة الدقال قوائن نغطي المؤمنين توحوها برضاحة يقادي رقب سؤال سويدي وحي لهذه ورواكي إلهي ما بلن قاضي هنا نقول سنين كوشي حقيقة شيء كوشي إلهي ما بلن قاضي بلن قاضي كينا مهم نقول في الواي تيبا مكا لقراح الله يايو بلن قاضي إلهي إنا يهلان لكن صوتا تشبكا كان دايقوا إلى حياتي تعطى عياتنا كاليس ولقد صدقكم الله حقيقة وإذين الحقيقة وإذين كروا شاغي الله ألا وعده يبوهيس يبون هيسير رمبو إذن كشغي أو إذن فليي وعمالين تنسك يا دمار إذ واكتبوا يبونها ألا إذن فليي إذن كر شغي تحصورهم أدقالنا عربتي ليسين أدبابين ليسين بإذنه إذن كيسا مركز كبابين ليسين يعني مركز كتبر كبير كيسا ممان مركز إلهي وبيبون هيسي إذن رمبو أو إذن فليي حتى إذا فشلتم مركي أدفلي يودين أو تنازعتم أضودين في الأمر أرن كده بيسألك ضودين أو عصيتم أعصيدين أمر في النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم أنكم الله إذن تصي كذب ما تحبون واحد تعشي منكم واحد أنت أتمرك بعد كذب أيا امتحنتم الله إذن امتحانا وقوشي لذن كورج شاسو معنا أما منعكم نصره أركز إليه قوشي سيدين إذن كأشر طيب منكم واحد إذن كمدا من عدبا إذن كمدا يريد دون يا الدنيا الدنيا دوني ومنكم واحد كم إذا من عبا إذا كم إذا يريد دون يا الآخرة آخرة دوني ثم مركا كذبنا مركا الله إنتا قوة دين كذب أيون صرفكم الله إذن دواء إذن شيري عنهم حقا دواء إذن كشيري محال إذن شيري ليبتليكم إنو إذن امتحان براد إبا لإذن شيري ولقد عفا حقيقي الله وعفي عنكم حقنا وسكنا فيه وهي غلط حي والدين عفيه والله ألا ردو فضلي ليراك متك أصاحبه وهي على المؤمنين مؤمنين تدشر وعليه هذا اسمه ديسان آوي يبتي يقوشي إلهي ما ضل غالي ألا قوشي رمبو إذن كشي قوشي سي بلان يموهي وإذن يموهي وإذن روشي بلانتو إذن قادين وإذن فلي قرمو إذن فلي مركز قالغة آدبادئين سنت أولين يسن وما أنت نسك يا دمر وكان سوشا من بيانك ومركو بالوضي إنت النمر كان نبيك أمر كي سلت شبينين وكوحد اللي قلت لك لي دمر شبينت أين خلاف كالسمينين عال صراحة أيها قوتي قوشة يلبتنا أيها لها قال لنا والله لك عوال الله عيسى بصل بيك وليبا لتك على الكورة هريري يساوحا اللي قد لتصدقنا على كي سيدن بيس أيها لدي لي إلا سيدن
marka waxa uu ilaahay guu libti yani uu idin siiyay iyo wahis laakiin waxa kale gabadha ma ka jirtaa waxa kale kow horta waa fulayowdeen waa arq marka labad weeyaan waa doodeen oo arrinkii ma ku doodeen nimanka doonay waa kuwe oo rumad nimankii dabarjabinta loogu talagalay baa murmay oo qaarna yidhaahdeen war amarkii nabiga aan ilaalinno qaarna yidhaahdeen warmay waa laga gudbay waa laga gudbay kaalay qadnimada urursanna soomaarta waa doodeen amarkii nabigana waad caasideen jooga la yidhi xataa haaduu haddayna cunto ebarna laga dhigo hasoo dhaqaaqina meeshaa jooga soo mahayn amar waa nas sariixa oon ixtimaal geli karay waad ka soo dhaqaaqdeen oo amarkii nabigaad jabiseen markii waxaad jeceshihiin alla uu idin tusay kadib muxuu yahay waxay jecelyihiin waxay jecelyihiin lutuma xoolaha daadsan xoolihii gaala ka carartay oo meeshan banka a waran unbaa la tusay oo isha saareen guushii muslimiintii oo gaaladii jabiyo fogeeyeyna waa la tusay intaa markii laydin tusay kadibna amarkii nabiga jabiseen sal alay slam oon caasideen arrimaha keenay marka inaad jabtaan waa kale waxaa idinka mida qolo adduunye doon ah qolo aakhira doonana waa idinka mid saxaabada ninka mid wuxuu leyahy cabdullahi bin mas'uud wuxuu leeyahay ilaa aayadani ay soo degtay rag adduunye doonaya inay nagu jiraan ma malaynaynin oo salaadaynu wada tukanaynaay mid adduunye doonayo mid aakhira doona waxaynu ka garanayna safkaynu ku weysanaa darsiga wada dhaysanaynaa laakiin ilaahay miyay ka qarsoonta maya minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laakhir maana iska warhayni buri ilaa ilaahay noo sheega waxa qalbiyanada ku jira oo rag naga mida ilaahay subxaana watacaala ku dhexeeyay macnaha raggan adduunye doonka way laleeyahay macnaha waa qaniimadii adduunye doon baa idinku jira aakhara doonna waa idinka mid saas way macnaha kadib markii aad jabinayseen oo caydsanayseen kadibna intaa markaad samayseen buu ilaahay idin soo jeediyey oo gaalada xaggeed idinka soo jeediyey jeedintaasi waataa soo sheegnay subkay ku timido khaalid baa gabaal ka soo galay fardihiisii wata soo caydsigii la caydsanayo wuxuu isu bedelay carar la cararayo sooma waa laga soo jeesaday gaaladii uma sarafakum canhum ilaahay baa idin jeediyey oo gaalada xaggooda idinka jeediyey maxaa la idin jeediyey liyabtaliyakum inuu idin imtixaano daraaddeed waa laidin imtixaanay bal ninka munaafiqiinta ku darmada iyo midka gaalada shafaaca ka raadsada iyo midka sugnaado oo dagaalama ilaa laga dilo kuwaasaa lakala saaraya liyabtaliyakum ilahay waa idin imtixaanaya subxaana watacaala wixii dhacayda laakiin maxaa lagu khatimay walaqad cafaa cankum ilaahay waa idin cafiyey saxaabadu maxay u carareen maxaa loo dagaalami waaye soo dembi saxaabadu gashay maaha walaqad cafaa cankum maxaadii ku dabadhigay ilaahaygii laga galay baaba cafiyey adiga maxaa ku dabagalbay waxaas ku dabadhigay cafaa cankum ilaahay waa idin cafiyey subxana watacaala xaaladaa keenaysay khaladaadna waa jireen sababtaad ku jabteen oo libta ku weydeenna idinkaa iska lahaa ee ilaahay xaggiisa ma ahayn waa mid hadda inagena haysatoon waxaynu leenahay oo ilaahay intaasuu aayadaha ku hayaa wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin ina lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad aaway nasrigii aaway nasrigii adigu isweydii nasrigu shuruud buu leeyahay jabka oo dhan adaa sababa ninkaaga shirkiga ku jiraa sababa ninkaaga ribada qaadanayaa sababa ninkaaga zinada wadaajiyaa sababa ninkaagan xukumka baabilka muslimiinta ku xukumayaa sabab u ah ninkaagan muslimiinta laynahaya ama dhiiggooda ama naftooda ballaysanaya sabab u ah ninkaagan muslimiinta qaybinaya koox koox iyo qabiil qabiil u qaybinaya sabab u ah jabka adaa sabab u ah sooma waa cisyaanka iyo dembigan aad galaysaa sabab u ahe ilaahay yaboohiisii waa idin rusheegay marna ilaahay subxana watacala yaboohiisi kama baxay marka waa darsi ayagana saxaabadana darsi waa inagana darsina ah maantayna aad ugu baahna darsi noocaasoo kale sama naftiina unbuu qaladoo dhan ka yimid isa saxa markaad isa saxdaan yuu ilaahayna xaalka sixi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xata yugayiru maa bianfusihim walaqad sadaqakum allahu xaqiiqiya alla run buu idin sheegay wadiinkuu idin rumeeyey wacdahu yaboohiisi id waqti buu idin rumeeyey taxusuunahum gaalada aad laynayseen biidnihi idankiisa markaad ku leynayseen xataa idaa goorti xataa idaa fashiltum ilaa aad ka fashalanteen waa la dhihi karaa oo markaa uma baahna jawaab xataa idaa fashiltum ilaa aad ka fulayowdeen oo watanaazactum aad ka doodeen fi lamri arrinka aad ka dhexdiisa kaga doodeen oo wacasaytum aad caasiseen nebiga min bacdi maa araakum markuu alla idin tusay kadib maa tuxibuuna waxaad jeceshiin markaa kadib baad macnaha nebiga caasiseen oo amarkii jabiseen minkum waxaa idinka mida man cid yuriidu doonaya addunya adduunye doonay wa minkum waxaa idinka mida man cid yuriidu doonaya alaakhirata aakhira doonay uma markaa kadib
marka aad leenaysan kadib uu sarafkum alla idin leexiyay oo idin jeediyay anhum gaar waxa go'do idin ka jeediyay iyo leyntoodi liye bitariye ku yimid idin imtixaano daraade buusahu yelay wala qad afa haqiqa wa afi alle ankum xaqina wa sakin afi wallahu alla madu fadli fadli yadarasin mitku saahib wa ala mu'minina mu'minin tadushur hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.